السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير البسبوسه بكريمه الحلواني او البسبوسه بكريم باتيسيير وبالفواكه، كتجي اكثر من رائعه. فقبل ما نشارك معكم الطريقه ديال التحضير والمقادير، غادي نشارك معكم واحد الجوله خفيفه ظريفه في المحل ديال وولمارت بالنسبه للناس اللي في امريكا وفي كندا. كيعرفوه بالنسبه للناس اللي في المغرب فهو محل تجاري، فيه اي حاجه طاحت لكم على البال كتباع، بحال المرجان، بحال الاسيمه، بحال المحلات التجاريه الكبرى في المغرب. فغادي نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في البقيه ديال الفيديو ان شاء الله. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا ديجا بداو كيدخلوا الحوايج ديال الربيع وديال الصيف. هنا كيف ما كتشوفوا هذا السراول ديال الثوب بارد ورهيف ديال الصيف، هادو دوك السراول الواسعين مبردين زوينين صراحه الله. ودخلوا لي شوميز، دخلوا الاستوفيتمات، دخلوا يعني بزاف د الحوايج زوينين ديال الصيف بالنسبه للاخوات اللي بغاو يمشيو ويضربوا شي دويره تما. صراحه جايبين حويجات زوينين، وغادي نخليكم مع البقيه ديال الفيديو. انا هنايا كان اي حاجه شفتها عجبتني كنبين لكم الثمن باش تشوفوا الاثمنه وتاخذوا فكره من قبل. فهنايا في هذا الممر هذا كيف ما كتشوفوا كاينين اثواب اللي قدروا يصلحوا لاي حاجه. فانا فقط بغيت نشارك معكم الاثواب اللي كاينين هنايا، صراحه ماشي بحال ديال المغرب، لا في الجوده ولا في الديكور ولا في الديزاين ولا في اي حاجه. فالجهه ديال الكشمير والجهه الثانيه ديال الاثواب العاديه كيف ما كتشوف. فهنا كنجيو لهاد السايد هادي او لهاد الممر هذا، فيه الاشياء الخاصه بالحمام ولتنظيف الحمام او لتنظيم الحمام. كيجي داكشي يعني ست كل حاجه فيها الالوان ديالها، يعني كامل. الا بغيتي ديري يعني تقادي الحمام ديالك داكشي كيجي زوين بزاف. كاين ديال البلاستيك، كاين ديال الزاج، كاين يعني على حسب كل وحده وشنو كتبغي. صراحه داكشي زوين بالنسبه للتنظيم، وحتى بالنسبه للفوط او للمنشفات حتى هما كتاخديهم في نفس اللون، يعني تقدري تاخدي كل شيء للحمام بنفس اللون. فهنا من بعد ما رجعت للدار غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير البسبوسه اللي كيف ما وعدتكم من قبل. هنا غادي نحتاج 3 ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت،
نص كاس ديال السكر، كاس الا ربع من الدقيق الابيض، ونصف كاس من السميد او لا السيمولينا، ونحتاج فانيلا كيس من الفانيلا، وملعقه صغيره من البيكنج باودر او خميره الحلويات، وغنحتاج هاد الشرائح ديال اللوز اللي حمرتهم في الفرن. فهنا في الطريقه ديال التحضير غادي نضيف البيض ديالنا في الاناء على هاد الطريقه هادي، وغادي نضيف عليه السكر، وغادي نبقى كنخلط جيدا حتى يتجانسوا لينا هاد العناصر مع بعض عاد باش نقدر نضيف العناصر الاخرى. والان غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت، وغادي نضيف معاه الكيس ديال الفانيلا، وغادي نرجع كنخلط العناصر جيدا مع بعض عاد باش غادي نقدر نضيف العناصر الاخرى. والان غادي نضيف نصف كاس ديال السيمولينا اولا ديال السميد، ونضيف الكاس الا ربع من الدقيق الابيض. غادي نخلط هاد العناصر مع بعض، وغادي نضيف كذلك ملعقه صغيره من خميره الحلويات، وغادي نخلط هاد الخليط هذا ديالنا جيدا بالطراب اليدوي حتى يتجانس لينا العناصر مع بعض، وغادي ندوزو باش غنجهزو القالب اللي غنوضعو فيه هاد الكيك اولا البسبوسه. فهنايا من بعد ما كيف ما كتشوفوا خديت هذا المول هذا، دهنته بالزبده، وغادي نرش عليه الرقائق ديال اللوز. فبالنسبه للاخوات اللي ما كيتوفروش على الرقائق ديال اللوز، تقدروا تعوضوه بالسيمولينا اولا بالسميده، تقدروا ترشوه في بلاصتها السميد في المكان ديال اللوز. فالان غادي نوضع الخليط ديالنا من الفوق مباشرة، وغندخلو للفرن على درجة حرارة متوسطة. بالنسبة لي أنا دخلت الفرن على درجة 350 درجة اللي كنت بشغلها من قبل، والناس ديال المغرب يقدروا يدخلوه على درجات 180 درجة. فكيكون هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن. وغادي ندوزو باش غنجهزو الكريمه اللي غنوضعوها من فوق. فانا خديت كريمه جاهزه باودر كيف ما كتشوفوا، تقدروا تستعملوا الكاسترد في المكان ديالها. هذه كاسترد باودر، غادي نخلط ملعقتين ديال الكريم باتيسيير اولا الكاسترد، غادي نخلط معها 4 المعالق كبار ديال السكر، وغادي نضيفهم على نصف لتر من الحليب او 500 ملل من الحليب البارد. غادي نبقى كنخلط جيدا على هذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، حتى كيذوب لينا السكر مع الكريم باودر. غادي نخلط جيدا، ومن بعد عاد غادي نوضعهم فوق النار مهيله مع التحريك. فكيف ما قلت لكم، غنوضع الكريمه ديالنا مع الحليب فوق نار هادئه مع التحريك، ما كنخليهاش ولو ثانيه ما نغفلش عليها باش ما كتلصقش لينا وتحرق. فكنبقى بالتحريك حتى كنحس بالكريمه بدات كتقال. من بعد ما كتقال كنصبها مباشره فوق الكيك وكندخلها. فكيف ما كتشاهدوا خويت الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا تبقى لي منه غير شي شويه، كيجي على هذا الشكل هذا. قبل ما يبرد كنخويه فوق الكيك ديالنا على هذا الشكل هذا، وغادي ندخلها الثلاجه تبرد، ومن بعد كنزينها بالفواكه اللي بغيت. فالان غادي ندخلها للثلاجه كيف ما كتشوفوا، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشارك معكم الطريقه ديال التزيين. فهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما بردات ليا زينتها بالبلوبيري، وغادي نوضع في الوسط ديالها ستروبيري ونقطعها. ها هي غادي نبرك عليها، كنضغط عليها حتى كيتحل هادشي بحال هكا، وغادي نوضعها في الوسط ديال الحلوه ديالنا كيف ما كتشوفوا، وكتجي على هذا الشكل هذا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا اليوم. كنتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم، ودعموني بالاشتراك وباللايكات، وان شاء الله
كيف ما قلت لكم جربوه وتردوا عليا الاخبار. فنخليكم دابا ونقول لكم بسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد، وباي باي، بسلام عليكم.